بسم الله الفتاح العليم والصلاة على رسوله الكريم. اليوم في زهرة الياسمين راح ندير لكم غطاء ثلاجة. غطاء ثلاجة كبيرة من نوع الكبير. عندي ناخذ متر، عندي العرض تاع سكاي بيت في 68، والطول خذيت السكاي على طوله اي متر ونص. وعندي هذا الرسومات هذو دخلت البنتيرست وجبتهم، هذو بنتيرست. ودوك نوريكم الخطوات باش نوضح اكثر. عندنا هذا هو الغطاء تاع الثلاجة، عندنا الطول تاعو كامل عندنا متر ونص، عندنا هو العرض تاعو 68 سنتيمتر. نقلبوه على زوج هكايا هكذا ونديرو خط هنا على بعد هنايا 3 سنتيمتر، 3 سنتيمتر هاي بينا. ومنا ثاني نديرو ثاني خط على بعد 3 سنتيمتر ونرسمو هذا بالبوشون تاع كما وريت لكم، بوشون تاع القرعة. بوشون تاع القرعة تاع اللي حبيتوه صغير، حبيتوه كبير، حبيتوه مهم على حسب البوشون، القطرة تاع البوشون. المهم هذا هو اللي حبيت نوضحها. ونرسمو فوق سكاي كيما هكذا، نرسمو هنا فوق السكاي ونقطعو بالمقص هذا تاع المسنن تاع السكاي، هذا خاص بتقطيع السكاي. درك نقطعو هذا الجيف، نوريكم كيفاش نديرو هذا الجيف. نقطعو عندنا هنايا، ناخذ المقاسات هنا 17.5 سنتيم، والطول 27.5 سنتيم. ونرسم هنا نخلي 3 سنتيم. ها ونخدم الجيب تاعنا على شكل هذا البوشون تاع القرعة تاع الجي. هذا ينفعكم كمشروع خاصة انه رمضان راه جاي، شوف شحال شباب.
ثاني نوريكم هاد التقابي كيفاش نديرهم هنايا. باش نديروها في الجنب الاخر تاع الطابليه بليتو تاع غطاء الثلاجه. هذو الاشكال جبتهم من بنتيرست، ديري سيلوات ديزاين ستار، تبدي ارسميهم فوق البابي كالك ولا خرجيهم في السيبر ولا حاجه وقطعيهم هكذا، ومن بعد باش لصقوهم هذو الاشكال هذو. دوكا نكملو التزيين تاع لاخر تاع هاد الأشكال تاع الإبريق والفنجال اللي خرجتها من بنتيرست. نستعمل هاد اللصقة، هذه اللصقة هاد نستعملها باش نلصق هاد الأشكال هذه. المهم هنايا عندنا الجيب تاع الغطاء، عندنا نديروه نبلاصيوه على بعد كاين 27 سنتيم من الطرف تاع نديرو في الوسط تاع الغطاء. هذه هي، خلينا نكملو لصقو الاشكال. نستعملو دي شويه صعيبه بصح تلصق مليح. المهم تخرج هايله، تخرج تحفه. تقدروا ديروا بها مشروع في رمضان، تقدروا ديروها تزينوا بهم الثلاجات تاعكم في الدار، توجدوا رمضان ان شاء الله. هذه النتيجه النهائيه تاع غطاء الثلاجه، جا الشباب وجا ماكلشي كبير بزاف، جا هايل ما شاء الله عليه. ما تنساش دعمونا باللايك والبارطاج والاشتراك اذا عجبكم الفيديو.